السلام عليكم طلاب المرحلة الثالثة، أهلا بكم بمادة أنظمة الزمن الحقيقي. محاضرتنا اليوم حتكون عن الـ Input Output Interfacing. حنتطرق لمجموعة من الـ ICs اللي تخص الـ Input Output Interfacing، ونتعرف على خصائصها أو مبدأ عملها كـ IC وفائدتها كدوائر إلكترونية. بداية، بعد أن اتطرقنا على البفر اللي من ضمنها تراي ستيت بفر، وذكرنا أنه من فائدة البفر هو حيث يستخدم للسيطرة على التيار وتحسين من تيار الدائرة. It will be control and boost the current. بعض الدوائر أنه لو كان بيها to output فحتى ليصير عندي اصطدام بالاوتبوت او مثل التشويش، خلي نقول بالدائرة، انه لما يكون عندي تو اوتبوت والاوتبوت احصله في نفس الوقت، لهذا حستخدم البفر للسيطرة على مثل هذه الدوائر. الان موضوعنا حيتطرق الى الاي سي، مجموعة من الاي سي وارقامها وكذلك فائدتها اللي دا تعتمد على البفر. اول اي سي حنتطرق له اللي هو الاي سي بالرقم 74LS244، واللي هو اسمه اوكتال 3 ستيت لاين درايفر لاين ريسيفر. بفر، فائدة هذا الاي سي اللي هو ممكن اعرفه عبارة عن الكترونيك سيركت اللي يحتوي على ات بفر، وحيستخدم to control another circuit، حستخدمه للسيطرة على دائرة أخرى مثل ما سيطرنا بالبفر على الدوائر أخرى. مثلا هنا أنا ممكن أستخدمه مع LCD اللي هي شاشة، فممكن أستخدم هذا IC للسيطرة على عرض الشاشة أو output للشاشة LCD. بعض الفيتشرز اللي تخص هذا الاي سي، مثلا انه هو حيكون يحتوي على 3 ستيت اوتبوت، يعني يعطيني 3 حالات كاوتبوت. كذلك ممكن استخدمه فور نويز ريجكشن، يقلل لي من النويز. وهنا عندنا بعض المحددات اللي هو التيار اللي ممكن يمر كاوت وان بالنسبه للاي سي، والفترة الزمنية اللي يستغرقها الـ Enable والـ Disable. هذه ممكن الفيتشر اعتبرها للاطلاع، لكن الشيء المهم هو مبدأ عمله. خلي نشوف رسمه كـ IC، انه حيكون يحتوي على 8 بفر مثل ما ذكرت، حتكون 4 في الأسفل و4 للأعلى. الأربعة حسيطر عليها من خلال الكنترول اللي هو دا أتحكم به من خلال هذه الجيت أو الوان جي، والأربعة الأخرى اللي هي حتحكم منها من دائرة أخرى. يعني في حالة عمل الفور بفر هذه المجموعة، لازم المجموعة الأخرى حتكون أوف، وبالعكس لما أفعل الفور بفر للأعلى هذه المجموعة الأعلى، أيضا حتكون المجموعة الأخرى أوف. بالنسبة للأنبوت والأوتبوت إله، نلاحظ أنه من خلال السيطرة عليها من خلال هذه الجيت أو البوابة، الأنبوت حيكون من الـ A للـ Y بالنسبة للمجموعة الأولى، أيضا حيكون من A2 للـ Y2، بعدها حيكون من A3 للـ Y3، وكذلك حيكون أخيرا من A4 للـ Y4. هذا في حالة عمل المجموعة الأولى وفعلته من خلال الجيت الأولى. في
في حالة عمل المجموعة الثانية حيكون عندي الـ input بداية. إذا أفعله من هذه البوابة حيكون عمله من الـ A4 لـ Y4، هذا الـ output حيكون. وأيضا حيكون من A3 لـ Y3. ناخذ غير لون. ايضا حيكون اللي هو A2 و Y2، واخيرا حيكون ال A1 Y1. هذه حتكون المجموعة الثانية. ومثل ما ذكرت انه إذا أفعل المجموعة الأولى أكيد المجموعة الثانية حتكون هذه off، وإذا فعلت بالعكس المجموعة الثانية المجموعة الأولى حتكون off. هذا باختصار هو مبدأ لعمل الـ IC اللي هو حيكون رقمه 244. لو نرجع إلى عنوانه سميناه line driver line receiver و octal 3 state. معنى octal كأنما هو النظام الثمانية اللي هو الـ 8، ومثل ما ذكرنا هو هذا يعتمد على 8 buffer. كذلك كأنما line driver اللي هي هذه المجموعة ممكن أسميها line driver، والمجموعة الأخرى line receiver. هنا يوضح لي الحالات اللي ممكن يعمل بيها الـ IC. مثل ما ذكرنا حتكون الى 3 state اللي هو حتتغير حسب الـ out الـ input، اما 0 اللي هو هنا مثله باللو، او 1 اللي مثله بالhigh، او اخيرا كأنما حيكون off اللي هي حالة الhigh impedance. ده نلاحظ انه هو يتفعل في حالة الزيرو، يعني هذه الجيت حتتفعل. تلاحظون هي عليها داش، معناها تتفعل في حالة الزيرو، ففي حالة الزيرو حتعمل المجموعة الأولى. فإذا تحولت إلى 1 أكيد كأنما المجموعة الأولى حتطفر. بالنسبة للمجموعة الثانية أيضا حتحكم عنها من خلال الزيرو، يعني هذه البوابة إلا حتكون زيرو حتى تتفعل هذه المجموعة الثانية. عندنا مصطلح اللي هو absolute maximum rating. عندنا بعض القيم او بعض الداتا اللي المفروض تكون محددة والمستخدم يعتمد عليها، مثلا ال VCC اللي هي ال supply voltage اللي اجهزها لل IC. مثلا بالداتا شيت لازم عندي القيمة اقل واعلى شيء، خلافها مثلا اذا اجهز الـ IC بفولتية اعلى من هذه الفولتية اللي هنا مثلا محددها 5.25 لـ IC معين، او لنفس الـ IC اللي هو قلنا 244 رقما، فبهاي الحالة ممكن الـ IC يعطل عندي، او بمعنى انه يحترق. فلهذا انه لازم عندي بعض المحددات اللي هي سميتها maximum rating لازم استخدم بها التزم بها اثناء الاستخدام، اللي هي مثلا الـ VCC، التيار الـ output هنا اللي هو هنا مسميه high level، اعلى تيار output ممكن يعطيني اياه واقل تيار. هذا اني في دني ايضا بتجهيزي اثناء ربط الدوائر اخرى او الدوائر اللي اسيطر عليها من خلال الـ IC، فاني لازم اعرف وش قد اغذي الدائرة الاخرى بـ output، او وش قد ممكن يجي output يستلمه التيار او يستلم الـ IC كتيار. فهذه حنسميها absolute maximum rating اللي ممكن اعرفها هي عبارة عن الفاليو اللي حمثلها بسلامة للديفايس، انه لازم المستخدم يلتزم بيها، وخلافها ممكن يعطل عندي او اصلا لا يعمل الديفايز اللي هو الاي سي.
this value beyond which the safety of the device cannot be guaranteed, the device shouldn't be operated at these limits. يعني هذه أعلى limit حتكون المفروض الديفايس لا يعمل خلالها، اللي يفضل إنه أقل من عندها. هذه بالنسبة للأبسوليوت ماكسيموم ريتنج. نجي على نوع آخر اللي هو 245 أوكتل باس ترانسيفر. هذا النوع حيعمل من خلال two way communication، حسيطر عليه من خلال الدايركشن ومن خلال الانيبل. خلي نشوف الفيتشرز إله. الفيتشر ايضا حيكون يعتمد على 3 state output، لكن هو حيكون two way data bus communication، وهذه التيارات اللي محدديها بالنسبة لعمل الاي سي. خلينا نشوف كمبدأ عمله. نلاحظ هنا عندي كأنما يربطني فيدباك تو بافر اللي هي حتعتمد بتو واي او تعمل بتو واي. نلاحظ عندي هنا تو بافر اي نفسها بي اللي هو ممكن الاي input will be output، او يصير لي العكس اللي هو البي الانبوت والاي output. نلاحظ هنا البفرز هيكون هنا اكثر، اللي هو عندي المجموعة الاولى 8 buffer والمجموعة الثانية ايضا 8، يعني ده يعتمد على 16 buffer وهو 16 buffer. خلينا نشوف كتوضيح او دائرة تكون موضحة أكثر ونشوف شلون مبدأ عمله. يعني حقتطع جزء من عنده، هاخذ هذا الجزء، هذا الجزء، ونشوف شلون يكون مبدأ عمله اللي هو ده يعتمد على الدايركشن والإنيبل. عندي هذا الإنيبل اللي هو E داش، يعني يتفعل بالزيرو، وعندي الدايركشن اللي ايضا حسيطر على الدائرة من خلاله، وعندي الاي والبي اللي هو اما انبوت او اوتبوت. هسه بداية لو كان الانيبل زيرو، لاحظ هذا الزيرو انه دا يتحكم بدائرة الاند، لكن هذه الاند قبلها عندي البابل اللي هي الانفيرت، يعني زيرو اذا يدخل على الاند هذا حيكون 1. نلاحظ الدايركشن اذا تفعل ب 1 هذا ال 1 حيجي يدخل ايضا على هذه الاند وايضا ب انفيرتر، فش يصير 1 في 0 هذا حينعكس هو 1، ما دام انعكس يعني صار 0، وهذا الزيرو انعكس صار 1. الاند هي ضرب 0 في ال 1 0، اذا هذا صفر عندي. الاند تتحكم بالبفر هذا، اذا هذا البفر ما حيعمل عندي. لو الاحظ انه الانيبل ايضا دا يتحكم بالاند الثانيه، خلي اغير اللون حتى يكون اوضح. اذا هذا الزيرو مر على هذه الاند ايضا عندي انفيرتر، يعني ايش حيصير؟ حيصير ايضا 1. هذه الاند اجاها 1 من الدايركشن، ف 1 في 1 1. هذه الاند تتحكم بالبفر الثاني، ما دام وصل هوان اذا هذه الدائرة حتشتغل او هذا البفر حيشتغل، حيمرر لي المسار من A الى B اللي هو حيكون input و output. هذه الحالة الاولى.
انه تفعل عندي المسار الاول اللي هو A الى B. اذا كان عندي العكس، العكس شلون حيصير؟ حيصير من خلال الدايركشن، انه لو الدايركشن صفر عندي، هنا انا نطيته واحد، لو نطيته بالعكس اللي هو الزيرو، فمن مر الدايركشن زيرو حيقلب هنا شي يصير، حيصير وان. الانيبل هنا عندي وان، اذا اللي حيتفعل هذا البفر الاتجاه شلون حيكون؟ حيتفعل هذا البفر يعني من البي للاي، هذا المسار الثاني. المسار الاول اذا اشيكه هذه الاند انه هو نطيته زيرو، الزيرو مباشرة وين يجي؟ على هذا البفر، اذا هذا المسار كأنما انقطع عندي. فهذا هو مبدأ عمل الـ IC245، انه عندي مسارين من خلال الـ Enable والـ Direction، مرة حفعل A الى B، مرة بالعكس B الى A. فهنا لاحظنا انه شلون ممكن من خلال الـ IC لو كان عندي two output، مثلا عندي الداك اللي هو digital to analog او الـ ADC ودا استخدم اثنين، او عندي اثنين مايكرو كنترولر واريد اسيطر على الـ output الهم، ما اريد الـ output يجيني في نفس الوقت حتى لا يصير عندي خلل في عمل الدائرة، فممكن من خلال البفر يكون عندي two output واتحكم بمساره، مرة حمرر المسار الاول او الاوتبوت الاول، والمرة الثانية حمرر المسار الثاني او الاوتبوت الثاني. عندنا النوع الاخر اللي هو 373 او 374 الاوكتال دي تايب. هذا النوع حيعتمد على اللاتش الدي تايب، واما اسيطر عليه من خلال انيبل او من خلال الكلوك. خلينا نشوف رسمه او الرسم كاي سي. هذا حيكون النوع اللي هو 373، مثل ما تلاحظون انه حيحتوي على فليب فلوب، الفليب فلوب اللي هو من نوع الدي، مجموعه من الفليب فلوب، وايضا حسيطر عليها من خلال هذا الكنترول واتحكم به، اما من خلال الانيبل او يكون عندي الكلوك. فبتغيير حالة الانيبل ايضا حسيطر على عمل الفليب فلوب، وايضا حيكون هو عبارة عن انبوت واوتبوت، اللي هو الانبوت حيكون الدي والاوتبوت حيكون عبارة عن الكيو.